حل الربيع العربي أيضاً بمدينة روتردام الهولندية، إذ افتتح عمدتها أحمد أبو طالب من أصل مغربي معرضاً تحت عنوان ساحة الياسمين، التي عرفت خلال النازية في الأربعينات من القرن الماضي معنى الحرب ومعنى الدمار ومعنى انقراض الديمقراطية. تريد كمدينة أن تبعث بتحياتها لكل من يناضل من أجل السلم والسلام في العالم، وبالخصوص في هذا الوقت الراهن في ليبيا، في مصر، وفي مجموعة من الدول العربية منها سوريا كذلك. حضر الافتتاح عدد كبير من أعضاء الجالية السورية في هولندا. أنا موجود هنا لأدعم نضال شعبنا السوري ضد النظام في سوريا. كل جهد، كل نقطة، أي دعم، كل إنسان هو له تأثير، وكل ما نجمع أكثر من عدد من العالم هذا الشيء أكيد راح يساعدنا في دحر هذا الدكتاتور الطاغي هذا. وشارك بالمعرض 4 فنانين سوريين منهم زينون إيمانويل. نحن في هولندا صحيح عايشين في أمن، نحن ونشكر طبعا البلد الهولندي اللي نحن اللي استقبلنا وعايشين بأمن وفينا نرسم وفينا نحكي، بس نحن قلوبنا مع الوطن، وهذا أقل شيء ما أنه نسويه بهولندا نحن كسوريين، أنه نوجه الرأي العام أنه هناك شعب عم يقتل في الشارع، هناك شعب عم يضطهد في الشارع، هناك شعب عم يعتقل من أجل أنه عم يقول فقط رأيه. حسب العمدة أحمد أبو طالب، ليس من مسؤولية هولندا تصدير الديمقراطية، ولكن التنديد بالعنف هو ما نستطيع. أنا أعرف وعلى يقين بأن وزير الخارجية الهولندي يعمل جاهداً في إطار الاتحاد الأوروبي وفي إطار المجموعة الدولية من أجل دعم كل الحركات التي تحاول أن تضع حداً لسيل الدماء في سوريا. يختلف الرأي في صفوف الحاضرين حول الموقف الرسمي لهولندا. طبعا أنا أطالب بموقف أقوى للحكومة اللي بإدانة العنف اللي عم يستخدم النظام. الحكومة الهولندية استدعت جروب من عملنا، حكت معنا وشافت آرائنا وشافت تطلعاتنا نحن وتطلعاتنا كسوريين بشكل عام. ووزير الخارجية الهولندي قام بمبادرة كثير حلوة عن طريق البرلمان الأوروبي بالضغط على سوريا. ويستطيع زوار المعرض متابعة آخر الأخبار عن سوريا عبر الشبكات الاجتماعية. بشكل يومي يعني كل دقيقة في خبر، ونحن متابعين على الفيسبوك وعلى صفحات الثورة. دائما في اخبار وفي فيديوهات وفي يعني، وعم نلاحظ انه يوم عن يوم عم يزيد عدد الثوار وعم يزدادوا اكثر واكثر، وصار في دعم معنوي اكثر ان شاء الله. وهل هيدي المعلومات موثوقه بما انه العمل الصحفي يعني تقريبا مستحيل؟ موثوقه 100%، وعندنا شبكات الثوره نحن كمان على الفيسبوك، شبكات صادقه وشفافه بشكل، حتى في فيديوهات مره نزل فيديو تم التاكد انه هو غير صادق، قاموا حطوا رساله وطالبوا انه الجميع يحذفوا. طبعا نحن ما وصلنا المعلومات من مصدر رسمي او مصدر صحفي، عم توصلنا من خلال اصدقاء عم يشتغلوا هناك بالعمل السياسي، عم يشتغلوا بمتابعين لحركه الداخل، ومن اقارب من اهلنا كمان هناك، فغالبا مصادر موثوقه يعني. بالرغم من الأوقات العصيبة التي تعيشها سوريا حاليا، إلا أن الأمل في أوقات أفضل يظل حاضراً.